قصة الصداقة. مرحبا، سعيد بلقائكم. أهلا. أيمكنني الجلوس؟ تعال العب معنا. أوبس، أوه لا. أيمكنك دفعي؟ تعال هنا. هذا مؤلم، علي البقاء وحيدا. بسرعة هيا نخرج. مفاجأة، هدية لي. إنها فارغة. الفلين؟ الفلين هو هديتنا لك، نريد أن نكون بقربك. الصداقة هي علاقة إنسانية مبنية على مجموعة من الأسس المتينة كالصدق والمحبة والإخلاص والتفاهم والثقة.